انا اعتذر لان انقطع هذاك الفيديو اللي هو البارت الاول بالغلط، ما انا مو نيتي اقسم البارتين، بس هو بالغلط ما ادري بيه وهدست على الايقاف. هسه نكمل بالمكان اللي وقفنا بي دي ان اي كوندزيشن ان ا سيل ان ويتش دي ان اي سينثيسيس، يعني دي ان اي ريبليكيشن has occurred. All the chromosomes are duplicated and those each consist of two identical sister chromatids. DNA replication occurs before mitosis. انتم يجوز يعني هذا familiar بالشكل مالت الكروموسوم. انا استعدني خليه ما متضاعفه، النواه مالتها ما صاير بها عمليه ريبليكيشن. هاي هي الخليه مثلا، هاي النواه مالتها وهاي الخيوط الكروماسيني هذا الكروماتينية. كل الخيوط الكروماتينية كل بارت من عتك يمثل الكروموسوم. أنا مو عندي مثلا 46 كروموسوم بجسمي، فهاي الخيط الكروماتيني هو عبارة عن خيط كلش كبير مقسم إلى 46 جزء، كل جزء من عته شي يكون لي كروموسوم. مثلا كروموسوم واحد يتمثل بهذا الجزء الصغير، هسه خلنا أعطي غير لون، يتمثل بهذا الجزء تمام، بهذا الجزء بهذا الخيط خليته بالأزرق. إذا أجي أباوع له هذا الجزء الصغير اللي هو مثلا هيج قايل على سبيل المثال، إذا الخلية ما متضاعفة هذا هو مثلا، إذا أريد أكثفه والخلية ما متضاعفة إيش راح ألقى؟ راح ألقى يكون لي هيج ستركتشر. لا يا الله، يكون لي هيج شكل سنترومير، يكون لي كروموسوم بس كروموسوم شنو ما متضاعف، كروموسوم بهذا الشكل. زين اذا ضعفت الخليه شلون راح يتكون؟ راح يكون لي هذا الشكل. يعني هو بالبدايه اذا الخليه ما متضاعفه يكون بشكل خيط واحد هيج، شلون هسه هيجي؟ اذا الخليه ضعفت راح يتكون شنو؟ على شكل خيطين متحدات بسنترومير تمام. هنا كان يحتوي على نسخة واحدة من المادة الوراثية قبل الدي ان اي ريبليكيشن. بعد الدي ان اي ريبليكيشن ايش صار يحتوي؟ صار يحتوي على نسختين من المادة الوراثية. يعني الكروموسوم واحد على سبيل المثال كان بي ترتيب قواعد ادينين جوانين سايتوسين، صار عنده هنا ادينين جوانين سايتوسين، وهنا همات ادينين جوانين سايتوسين. اذا هو يستنسخ نفس الترتيب مال مثلا الكروموسوم الاول ادينين جوانين سايتوسين، الكروموسوم الثاني هم غصبا علينا لازم ادينين جوانين سايتوسين. اذا كل نسخه ورا ما ضعف الدي ان اي الخليه الجديده، الخليه اللي مجهز اروحها انقسام، النواه مالتها مو تحتوي لي على نسختين من الماده الوراثيه، كل نسخه ايش اسميها؟ اسميها كروماتين. يعني هذا اسميه كروماتين وهذا كروماتين وهذا ايش اسميه؟ اسميه كذلك كروماتين. اذا كل كروموسوم متضاعف ناتج بعد عمليه التضاعف مات الدي ان اي والتكثيف مات الدي ان اي شو يتكون؟ يتكون من تو سيستر كروماتيد يحتوي على بالضبط نفس الماده والتسلسل مات القواعد النيتروجينيه. يعني هسه هذا الاحمر صاير بالاحمر اذا قسمه بالنص هذا عباره عن نسخه من هذا، نسخه طبق الاصل. ليش؟ لان هو اصلا هذا تكون نتيجه استنساخ هذا، يعني استنسخت هذا، هذا هو الورقه الاصليه مثلا، هذا هو الورقه الاصليه خليتها بالطابع استنسختها اعطتني هذا الجزء تمام. فهذا فصار شنو اسمهن؟ صار اسمهن سيستر كروماتيد، الكروماتيدات الشقيقة. ليش شقيقة؟ لأن أول شيء يصيرن على نفس الكروموسوم، هذا واحد وهذا واحد، وثاني شيء يحتوي على نفس المادة الوراثية. بس إذا قصيت هذا بالنص وقصيت هذا بالنص وقارنت هاي بهاي هذني ما يشابهن بمقدار شعره، هاي مادة وراثية وحدها وهاي مادة وراثية وحدها، فش نسميها؟ كروماتيدات غير شقيقة. ليش؟ لأن تحتوي على مادة وراثية هذا مختلفة
هاي واحد وتوجد بكروموسومين ما مش شابهات، يعني مو مثلا بكروموسوم واحد، هذا بكروموسوم واحد وهذا ايش بكروموسوم 40 على سبيل المثال. هو اخر عبارة يقول لك الدي ان اي هنا أنا بالصورة مكتوب هذا ماتيرنال سيت اوف كروموسوم، وعندنا ماتيرنال سيت اوف كروموسوم، نعرف احنا بان الكروموسومات مالت الجسم تتكون من 46 كروموسوم، وبالحقيقة هن 23 زوج كروموسوم، خوش 22 زوج كروموسوم منهن هن كروموسومات جسمية، وواحد وزوج كروموسوم واحد هو شنو؟ هو الكروموسومات الجنسية اللي تحدد لها ذكر لو أنثى. الكروموسومات الجسمية هذين 23 زوج كروموسومي، 23 زوج كروموسومي معناها 46 كروموسوم، زين 46 كروموسوم، اجي للزوج الكروموسوم الواحد اللي هو كروموسوم واحد، ايش راح القى؟ راح القى كروموسوم واحد ماخذه من الاب، وكروموسوم همات واحد نوع ثاني ماخذه من الام. اذا كل زوج كروموسومي يتكون من شنو؟ يتكون من اثنين كروموسومات. من اقول كروموسوم واحد، من اقول عندي كروموسوم اسمه كروموسوم واحد، شنو معناته؟ معناته بي 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 اثنين، واحد من الاب وواحد من الام. يعني هسه مثلا اذا هذا كروموسوم واحد، هذا الزوج الكروموسوم الاول بي كروموسوم من الام وبي كروموسوم من الاب، والكروموسوم مات الام باثنين كروماتيدات، والكروموسوم مات الاب كذلك باثنين كروماتيدات. خوش، واحنا نعرف بان عمليه التضاعف مات الدي ان اي تصير قبل الريبليكيشن، يعني عمليه الريبليكيشن مال الدي ان اي تصير قبل الانقسام، قبل لا تنقسم الخليه الى خليتين. تمام، نجي على الدي ان اي ريبليكيشن. الدي ان اي ريبليكيشن از بايولوجيكال بروسيس ذات اوكر ان اول ليفينج اورجانيزم اند كوبيز ذير دي ان اي ات سبيسز فور biological inheritance. It occurs in the S phase to prepare the cell for division by creating two copies of DNA to make every daughter's cell have the same DNA of the mother's cell. The process starts when the first strand of DNA. تمام. DNA replication هي عملية أحيائية تحدث بكل الكائنات الحية. شو تسوي؟ تستنسخ ال DNA مالتها. يعني كان بها دي ان اي متكون من 6 مليار قاعده، من 3 مليار قاعده، تسوي له نسخه ثانيه، يصير عند 2 دي ان اي متكون 2 دي ان اي، كل دي ان اي متكون من 3 مليار قاعده، بس الكل ما تشقد لان نسختين الكل شقد صار 6 مليار قاعده. هاي 3 مليار قاعده بالضبط تتشابه قاعده قاعده، تمام، يعني كومبلمنتاري باعتبار تتشابه قاعده قاعده ويا الدي ان اي الثاني. خوش، تتشابه قاعده قاعده، وهسه راح اوضح لكم شلون تتشابه قاعده قاعده. شو وقت تصير؟ وطبعا الدي ان اي ريبليكيشن هي الاساس مالت الوراثه، لان انت شلون تنقل هاي من جيل الى جيل؟ لازم البدايه تستنسخها تضاعفها حتى توزع على خليات جديدات. شلون من خلية أم أحصل خليتين جديدات؟ أضاعف الدي إن إي وأقسم الخلية الأم بالنص، تمام، وأعطي جزء من الدي إن إي هنا وجزء من الدي إن إي هنا، مو جزء وإنما نسخة من الدي إن إي هنا ونسخة من الدي إن إي هنا، بحيث كل خلية جديدة أو الخلية البنت نسميها ذا دوتر سيل تستلم يصير عندها نفس الدي إن إي مات الأم بالضبط، نفس الدي ان اي، نفس التسلسل، ما ناقصه منه قاعده واحده. شنو اللي خلاه تستلم نفسه؟ ليش ما استلمت نصه؟ يعني هو مو كان عند الام 3 مليار قاعده؟ شلون هاي شلون قدرت الخليه مالت الام اللي بيها 3 مليار قاعده يا تطل هاي الخليه 3 مليار قاعده والخليه الثانيه 3 مليار قاعده؟ صار بيها تضاعف، صار 6 مليار قاعده، 2 3 مليار من الشابهات انقسمن بالنص، نص راح هنا ونص راح لهنا. It occurs
in the S phase to prepare the cell for division by creating two copy of DNA to make every daughter cell have the same DNA of the mother cell. حكينا. The process starts when a double strand DNA molecules produce two identical copy of other. خلنا نوضح لكم هاي العبارة. نفترض بأن أني استراند مات الدي ان اي مات هيك صاير. لحظة خلينا نكبرها على هاي. تمام. نفترض ان الستراند مال الدي ان اي مات هيك صاير. خوش. يتكون من مثلا ادينين، جوانين، سايتوسين، ثايمين، ثايمين، سايتوسين، ادينين، ادينين، جوانين. مثلا هذا عندي هذا التسلسل مال الدي ان اي. الكومبلمنتاري مالته اللي قابله شلون راح يكون؟ راح يكون ثايمين، سايتوسين، جوانين، ادينين، ادينين. الكومبلمنتار تذكروها مال كل قاعده شو قابلها؟ جوانين، ثايمين، ثايمين، سايتوسين. فرضا هذا الدي ان اي راح يتضاعف، شلون تصير عمليه التضاعف؟ راح اكسر الاصره الهيدروجينيه اللي صايره بين ذن الاثنين. وش راح اسوي؟ اسمعوا لي، راح اخلي كل ستراند مال دي ان اي وحده يكون لي دي ان اي جديد. ايش راح اسوي هنا؟ هاي بس مقدمة هيك بسيطة لحد ما أبدي بالشغل مالتنا الصحيح. جوانين، سايتوسين، ثايمين، ثايمين، سايتوسين، أدينين، أدينين، وجوانين بالأخير. من هنا عندنا شنو جوا؟ سايتوسين، جوانين، أدينين، أدينين، جوانين، ثايمين، ثايمين، سايتوسين. كل ستراند مال الدي ان اي الخلية الأم كان بيها 2 ستراند مال دي ان اي، تمام؟ شو نسميها؟ The strand of the mother cell، أو نسميهن الستراند الأبوية لأن هو الستراند الرئيسي. كل ستراند ايش راح أسوي؟ راح أسوي تامبلت أبني على أساسه دي ان اي العفو، ابني على اساس دي ان اي جديد. شلون؟ اجي اخذ الستراند الاول، هذا الستراند الاول، اجي ابني على اساس شلون؟ ثايمين، جوانين، العفو، ثايمين، سايتوسين، جوانين، ادينين، ادينين، جوانين، ثايمين، ثايمين، سايتوسين. هذا خلصت اول دي ان اي. هاي اول جزء جزيئة الدي ان اي بنيتها على اساس شنو؟ على اساس الستراند الاول اللي هو من 5 إلى 3. خوش. اجي ابني جزيئة الدي ان اي الثانية، ايش راح تكون؟ ادينين، سايتوسين، سايتوسين، ثايمين، ثايمين، سايتوسين، ثايمين، ثايمين، جوانين. شوف الصار عندي، بس لاحظوا صار عندي ورا هاي عمليه شو اسمها تسوي هيك؟ اسمها دي ان اي ريبليكيشن. ورا الدي ان اي ريبليكيشن باعوا لي على التسلسل مال هذا، يشبه بالضبط التسلسل مال هذا وحده والتسلسل مال هذا وحده. شلون صارت العمليه؟ كل ستراند اصلي، ستراند الاصلي انفصل عن اللي مرتبط وياه وصار قالب بنيت على اساس ستراند جديد. سويت كومبلمنتاري، جني انزيمات ضافن قواعد، ضافن قواعد. لما جبت هذا الستراند ضافن له قواعد يشابهن ويا هذا الستراند، ضافن له ستراند جديد يشبه الستراند اللي كان مرتبط به. والستراند هذا اللي انفصل عن هذا الفوق، الستراند هذا الاحمر انفصل على هذا الفوق، اجت همات انزيمات ضافت له قواعد تشبه بالضبط الستراند اللي كان مرتبط به فوق. فصار عندي، صار عندي جزيئتين مال دي ان اي او نسختين مال دي ان اي، كل واحد بين راح يروح للخليه وحده. اتمنى صارت واضحه عندكم هاي الفكره. ها
هاي نسيتها من المحاضرة القديمة، من المحاضرة سجلتها وما طلع بيها الصوت. شوف بس قبل لا نسيت اقول لكم شغلة، اذا بعدكم ما شايفين فيديوهات انيميشن، رجاء قبل المحاضرة او بعد المحاضرة حاولوا، او انصحكم قبل لا ابدا بهاي العملية، قبل لا ابدا بالدي ان اي ريبليكيشن الفيديو سدوه وروحوا شوفوا لي فيديو انيميشن، اكتب دي ان اي ريبليكيشن انيميشن، شوفوا لي فيديو انيميشن على الدي ان اي ريبليكيشن، راح يخلي له يطور الايماجينيشن مالتك، يخليك تتخيل العمليه شلون تصير ورا ما تشوفه، حتى لو ما فهمت من عنده بس اخذت فكره معينه. تعال لهنا خلينا نشرح هذا الموضوع. فاذا بعدك ما شايف فيديو انيميشن عن دي ان اي ريبليكيشن، وقف الفيديو وسده واطلع من قناه كمسه وروح شوف لك فيديو، تعال لهنا. تمام، انا شفت ايش راح اسوي لكم هنا، راح اعوف السلايدات مالتكم، عفوا للمحاضره مالتكم، عفوا لكل شيء، راح ناخذ الخطوات مال دي ان اي ريبليكيشن خطوه خطوه. تمام، وبعدين نقص السلايدات، اهم شيء نفتهم من هسه. تمام، نعم، نجي ناخذ هنا هسه، هذا عندي دي ان اي، لا حول ولا قوة الا بالله. ايش بيك توقعت؟ وين الصفحة راحت؟ تمام يا باش، ايش اللعب هذا؟ ما له خلق ترى والله. هسه يابا عندي دي ان اي ما متضاعف، خوش، هاي الدبل ستراند مالته، هذا الدي ان اي ايش بي؟ ان ريبليكيتد دي ان اي، مترابط شلون؟ يعني شلون السترندات مالته مترابطه سوا؟ مترابطات عن طريق اواصر هيدروجينيه بيناتها، خوش. تمام، هذا الدي ان اي، الدي ان اي مال جسم مال الانسان مالتنا مقسم الى اقسام، شو نسميها، او الى سيكونس، يعني مثلا كل 100,000 قاعده بي راح القى لي فد سيكونس يتكرر، عبرت 100,000 قاعده راح القى لي سيكونس يتكرر وراها 100,000 قاعده، يعني مثلا كل 100,000 قاعده راح القى ادينين جوانين سايتوسين ادينين، والنوب تعبر 100,000 قاعده يجي وراها ادينين جوانين سايتوسين ادينين، هذا السيكونس يتكرر. هذا السيكونس طبعا القواعد اللي ذكرتها من يمك بس على ما تفهمون الوضع، هذا السيكونس اللي يتكرر اسمه ذا ريبليكيشن سيكونس، هذا السيكونس هو المكان اللي تبدا به عمليه التضاعف مالت الدي ان اي، خوش، هو المكان اللي تبدا به عمليه التضاعف مالت الدي ان اي. شلون تبدا؟ نجي هسه مثلا نحدد السيكونس، عندك هذا هذا المكان الاول اللي موجود بالسيكونس، هذا المكان الثاني، خوش، هذا المكان الثالث، هذا المكان الرابع. تمام، ايش راح يجيني انا؟ ندرى عمليه مال التضاعف مال الدي ان اي ما تصير وحدها، يسويها انزيمات. بالبدايه الخليه نضجت، اضطت اعاز للنواه بان يابا انا نضجت ضاعف الدي ان اي حتى انقسم حتى اكون خليتين جديدات. النواه استلمت هذا الاعاز، سوت امرت انزيم، يا هو اول انزيم عندنا يا هو اسمه اول واحد شو اسمه؟ التروبومايسين، تروبو اعتقد تروبو مايرس هيك صاير، بس لحظه خلنا نتاكد. صحيح، توبو ايزوماريز، اشتبهت بيه، اشتبهت باسم مالته. الانزيم شنو اسمه؟ توبو ايزو مريز، هذا ايش راح يسوي؟ اذا تذكرون انا الدي ان اي شلون الشكل مالته كان؟ الدي ان اي كان بهذا الشكل، الشكل مالته هيك كان، هيك كان على شكل
حلزوني. فهذا على مود تسهل عملية الريبليكيشن ايش راح يسوي؟ راح يحول الدي ان اي من هذا الشكل الحلزوني الى الشكل الخيطي اللي هو ايش صاير. تمام؟ ورا ما حول لي اياه يجيني انزيم ثاني. يجيني انزيم ثاني، شو اسمه هذا الانزيم؟ هذا الانزيم اسمه الهيليكيز. هذا ايش راح يسوي؟ راح يكسر الاواصر الهيدروجينيه اللي صايره بالمناطق مال ذن السيكونسات، يعني يبدي من هنا يكسر الاواصر الهيدروجينيه. نو بيكسر اواصر هيدروجينيه هنا، نو بيكسر اواصر هيدروجينيه هنا، ونو بيكسر اواصر هيدروجينيه. من يكسر الاواصر بهذا المكان راح يباعد الستراندات، يعني يباعد الستراند الفوق عن الستراند الجوة. هنا هم راح يباعد، هنا هم راح يباعد، هنا هم راح، بس هذا المناطق اللي هنا يبقى المترابطات ما بين شيء، بس بهاي الاماكن راح يتباعدن عن بعضهم. زين، من يتباعدن شلون راح يصير الشكل؟ راح يصير الشكل هيك. تمام؟ راح يصير بهذا الشكل. تمام؟ هذني احبر هذني الاواصر اللي بعد الهيليكيز ما كسرهن، ما لحق يكسرهن. هذن وياهن بعدين ما كسرهن. هذن اللي صارن هذا التركيب ايش اسميه اوريجين، يعني الستراند مات الدي ان اي، المكان اللي موجود بالدبل ستراند مات الدي ان اي اللي بالبدايه يقصه الهيليكيز. يعني هذا الهيليكيز اجى بهذا المكان، قصده هاي الاواصر كلها لحد ما وصل لهنا، وقصده هاي النوب واحد ثاني اجى قصده هاي الاواصر كلها، فكون لي هذا الستراكشر اللي هو ايش صاير؟ اللي صاير بشكل الكره. تمام؟ شو اسمه الانزيم؟ ثانيا الانزيم اسمه ال هيليكيز، انزيم الهيليكيز. خوش زين، هنا أنا همات كذلك نفس الشيء. خوش، بهاي الاثناء شنو؟ خوش، كل اوريجن عندنا ينقسم الى قسمين، ينقسم هيك بالنص. كل نص من عنده خلي هذا غطي لي نص، النص الثاني مو صاير هذا يشبه الشوكه، فش اسميه فورك، ذا ريبليكيشن فورك. خوش، يعني هنا انا اسوي تضاعف مثلا من هنا وانطلق هيك، وهنا انا اسويه بالاتجاه المعاكس من هنا وانطلق هيك. خوش، فالتضاعف مات الاوريجين، هذا هو الاوريجين مالتي، ينقسم الى قسمين، هذا يتضاعف باتجاه وهذا يتضاعف باتجاه المعاكس، يعني هذا يتضاعف باتجاه وحده وهذا يتضاعف باتجاه وحده. تمام، نجي ناخذ فورك وحده من الاوريجين، نجي ناخذ لي فورك وحده من الاوريجين. تمام، هذه نجي ناخذ لي فورك وحده من الاوريجن. تمام، خلينا نمسح هاي الفوق، خوش حكي. هذا يعني جزء واحد، يعني مثلا هذا الجزء كبرناه وجبناه لهنا، سوينا له تكبير جبناه وحطيناه هنا. انا عندي هاي الاواصر اللي بعتي ما متكسره، وهاي الاواصر اللي تكسرت، اي هذين البيسات، هذين البيسات اللي هنا ادينين جوانين سايتوسين يوراسيل مدري شلون. خوش،
كان مترابطات ويذني الجاية أسويهن بالأزرق بأواصر، شنو شو أسميهن أواصر هيدروجينية اللي هي تحافظ على استقرار الدبل ستراند. شلون تبدأ عملية الريبليكيشن؟ خوش، هذا هو من من خمسة إلى ثلاثة، وهذا من ثلاثة إلى خمسة. خوش، شلون تبدأ عملية الريبليكيشن مالت الدي إن إيه؟ يجيني انزيم، شو اسمه؟ اسمه انزيم البرايميز. ثالثا برايميز، هذا شو يسوي؟ يضيف لي قواعد نيتروجينيه مال ار ان اي. يعني قواعد نيتروجينيه الشوغر مالتها بالموقع الثاني بي اوكسجين، مو ديوكسي رايبوز. يضيف قواعد نيتروجينيه رايبوز، يضيف لي تسلسل صغير مال قواعد نيتروجيني، اما القواعد نيتروجينيه مال ار ان اي. ها هذا التسلسل الصغير، خوش، مو ضاف اي هذا التسلسل الصغير مال الار ان اي، هذا التسلسل اكتب عليه مال ار ان اي. خوش، مضاف لي مال الار ان اي يجيني انزيم رابع. العفو، شو اسمه هذا الانزيم رقم أربعة؟ يجيني انزيم اسمه دي ان اي بولي مريز. هذا الدي ان اي بولي مريز يا نوع، اعتقد النوع الثاني هو اللي يسوي العمليه، هي النوع الثاني. هذا يجي هذا الانزيم الله رب العالمين مبرمجه حتى يشتغل ويكمل لي التضاعف مالت الدي ان اي، يكمل لي بناء الستراند المقابل. خوش، يكمل لي بناء الستراند المقابل. ايش لازم يقرا بالبدايه؟ لازم يقرا لي التسلسل مالت ار مات ار ان اي. خوش، لازم يقرا التسلسل مات ار ان اي، يقرا التسلسل مات الار ان اي، يقول اي هاي الاشاره مالتي اكو تسلسل مال ار ان اي. يعني لازم ايش اسوي؟ لازم ورا ما اخلص التسلسل مال ار ان اي اضيف قواعد نيتروجينيه يا كبلمنتاري لهذا الستراند الفوق، وهو يجي الانزيم اللي هو الدي ان اي بوليمريز يجي يضيف لي قواعد هنا. سوى جاي يضيف لي قواعد هنا. نجي هسه النوب هذني يترابطن سوا، هاي الاواصر 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 هاي الاواصر. خوش، بعد شنو الخصائص هاي العمليه اللي اضافت القواعد بعد هذا السيكونس الصغير مالت الار ان اي؟ شو نسميه؟ دي ان اي الونجيشن، عملية الاستطالة. يعني من هنا وتبدأ عملية الريبليكيشن الصحيحة اللي عن طريق هذا الستراند اللي بالأحمر راح أبني هذا الستراند اللي هنا. خوش، تمام، قلنا الستراند الفوق من خمسة إلى ثلاثة، فالستراند المقابل إلى إيش راح يكون؟ راح يكون من خمسة إلى ثلاثة او من ثلاثة الى خمسة، نقدر نقول شغلتين. بعد اكو شغلة من خصائص الدي ان اي بوليمريز اللي هو الانزيم اللي ضاف لي هذا بالازرق، شنو هي الخصائص مالته؟ الخصائص مالته ما يقدر يضيف فقط من خمسة الى ثلاثة، يعني ما يقدر يبني دي ان اي من ثلاثة الى خمسة، يقدر يبني فقط من خمسة الى ثلاثة. يعني من يضيف لك قواعد لازم يعوف هنا النهاية 5 انت، لازم يعوف هنا لما بالبداية من يبني يعوف 5 انت، ومن يخلص بناء لازم يعوف له 3 انت هنا. خوش، الستراند اللي من 5 الى 3 اللي هو هذا شو نسميه leading ستراند. leading ستراند، الستراند اللي هو من 3 الى 5، بس ثواني شوي خلنا صعد هاي اللي فوق شوي. الستراند اللي هو من 3 الى 5 شو نسميه اللاجينج ستراند. شو نسميه اللاجينج ستراند؟ هذا البناء ما تشلون راح يصير؟ زين لحظة أنا هسه هذا من 3 إلى 5، خوش، هذا شلون صاير من 3 إلى 5؟ وأنا ما أقدر أبني البوليمريز ما يشتغل بس من 5 إلى 3، إذن شلون لازم يشتغل؟ لازم هنا عندي هو اشتغل بهذا الاتجاه، لأن الخمسة إلى ثلاثة هنا
هو يريد يبني خمسة إلى ثلاثة، فراح يبدي من هنا، راح يجي يقابل النهاية الثالثة اللي هي هاي ويبني قبالها. خوش، هذا همات نفس الوضعية، راح يجي يقابل النهاية الثالثة، العفو، راح يجي يقابل النهاية الثالثة ويبني عليها، تمام؟ بس شوي خلنا بعد هذا، يجي قابل النهاية الثالثة اللي هي هاي النهاية الخامسة، هاي الفايف إند، ويبني على أساسه. بس شلون يبني؟ ما يبني بشكل كامل، شلون هذا الستراند الفوقه، مو مثل الفايف إلى ثري، الثري إلى فايف يختلف، الفايف إلى ثري أبني مرة واحدة، أبني بدفعة واحدة. هذا شلون راح ينبني على شكل قطع. يجيني همات اللي هو البرايميز، يضيف لي، يجيني البرايميز هنا، خوش، يضيف لي همات قواعد نيتروجينية، يضيف لي يعني قواعد مال ار ان اي، يجي البوليمريز يبني لي شوية لحد ما يوصل لهنا، خلص الشغل مالته. ايش راح اسوي؟ راح اسحب الدي ان اي بهذا الاتجاه. انتم من تشوفون الانيميشن راح تعرفون شنو اسحب الدي ان اي، راح اجر الدي ان اي بهذا الاتجاه بحيث هاي شو تصير هنا، يعني راح تروح من هذا المكان باعتبار سحبت الدي ان اي، العفو، راح تروح لي من هنا، وراح تصير راح تصير لي هنا. أحصل لي هنا، خوش، أحصل لي هنا. أنا مو شلتها من هذا المكان وحطيتها بهذا المكان، أنا هي حركتها، هي والدبس هذا الجزء كله حركته، هذا الجزء كله حركته وقدمته للأمام. شطاني شنو الفائدة من هاي؟ الطان جزء جديد ما مسوي، ما مرتبط بي. كذلك راح يجيني برايميز هنا يصير، وراح يجيني ورا شنو؟ بوليمريز هنا يشتغل، احطي بوليمريز، وكذلك همات اجره ويكمل، اجره ويكمل، اجره ويكمل. هذني القطع ايش اسميهن؟ العفو، هذني القطع مال الدين. بس خلنا نعيد الرسم بلا زحمه، اي وهذا لازم بالاحمر لان كرسي تراند والمقابله. هذا الستراند الأول وهذا الستراند الثاني. خوش، هذين القطع ايش اسميهن؟ اسميهن اوكازاكي فراغمنت، اسميهن قطع اوكازاكي او اوكازاكي فراغمنت، تمام. نجي هسه هذا الشكل نفسه راح امسحه هسه، توضحت عندكم، بس راح اعيد الرسم مالته وامسح الانزيمات نفسها بالضبط. راح اسوي بس لحظه شويه هنا، اعتقد توضحت الانزيمات كلها عندكم، اتمنى هسه بس راح اعيدها لكم بشكل اسرع، او مو اعيدها، راح اسوي واحد جديد. هذا الجزء الاول من الاوريجين اللي هو متكون من اثنين ريبليكيشن فورك. خوش، قلنا من اثنين ريبليكيشن فورك، يعني هذا من انا ينقسم بالنص، ويجي ريبليكيشن فورك الثاني. التركيب كله مال ثير ريبليكيشن فوق اسميه الاوريجين. خوش حكي، عندنا هنا بالبدايه اجينا ايش بنينا؟ خلينا برايميز، خلينا قطع مال ار ان اي، هذا الحكي بياس تراند من 5 الى 3، هذا ياس تراند من 3 الى 5. الشغل مال 5 الى 3 يختلف عن 3 الى 5. ليش هذا راح اسويه بشكل كامل؟ انه راح يجيني البوليمريز هنا، يجي ويبدي يبني لي. اثناء ما البوليمريز جاي يشتغل، الهيليكيز هنا جاي يكسر عندي. خوش، يعني مو مثلا
مو عبالكم يجي الهيلي كيس، العفو خلنا نمسح هاي شوية، مو عبالكم بأن الهيلي كيس يكسر ويكمل وما أدري شلون إنه بيجي البوليمر رايز عاد جاهز يشتغل. لا، الدي إن ريبليكيشن عملية تصير بسرعة، كل الأنزيمات يشتغلن سوا. يعني أثناء ما الهيليكيز جاي يكسر، أثناء ما الأنزيم الهيليكيز، يعني اعتبروا لي هذا الهيليكيز، أنزيم البوليمرايز اللي هو هذا مثلا، هذا بالدائري، هذا الأنزيم مات البوليمرايز، خوش، هذا الأنزيم مات البوليمرايز جاي يتجه بهذا الاتجاه اللي هو من 5 إلى 3، جايبني من 5 إلى 3، خوش، جايبني من 5 إلى 3، وجاي يضيف لي قواعد. أثناء ما الهيليكيز جاي يكسر اللي قدام، يعني وكأنما يكسر الهيليكيز يجي يكسر الأواصر الهيليكيز يجي البوليمريز يضيف، يكسر الهيليكيز يجي البوليمريز يضيف. زين، قلنا هذا نسميه الليدينج ستراند. الليدينج ستراند، الليدينج ستراند ينبني بشكل كامل، ينبني على دفعة واحدة. اللاجينج ستراند لا، يعني ستراند اللي هو من 3 إلى 5، من 5 إلى 3 نسميه ليدينج ستراند، من 3 إلى 5 نسميه لاجينج ستراند. ينبني على شكل قطع، هاي قطعة مال ار ان اي، اجيت كملتها وخليت لها دي ان اي، هاي قطعة مال ار ان اي اجيت كملتها وخليت لها دي ان اي، خوش، اجيت كملتها خليت لها دي ان اي. ها هذن القطع ايش اسميهن؟ اوكازاكي فريجمنت. تمام، زين، هل اني اذا هذا التضاعف مال هذا صار، اذا هو من 3 الى 5 صار من 5 الى 3 بهذا الاتجاه، وهنا صار عندي من 5 الى 3 بهذا الاتجاه. زين، ليش هذا صار متقطع وهذا صار كامل؟ ما لكم علاقه بي، لان الاسباب ما تهواية وما تحتاجوها وتدوخكم ويجوز تشبهكم بالعمليه. تمام، فما لكم علاقه ليش هذا بنينا 5 الى 3 و 3 الى 5. اول شيء له علاقه بالانزيمات، شغله له علاقه بالانزيمات حتى لا يتضاربن، حتى لا الانزيمات اللي جاي تبني الفوق ما تتضارب ويا الانزيمات اللي جاي تبني الجوه. هذا واحد، واكو عندنا شغلات ثانيه قلنا. تمام، هسه هل بهذا الشغل ماتي، بس لحظة خلنا بسعدني، عندنا هذا قلنا الهيليكيز جاي يكسر، هذا بالأخضر البوليمرايز، وأكو عندي هنا أنا أكيد همات عندي بوليمرايز ثاني جاي يبني، هذا البوليمرايز الثاني جاي يبني بهذا الاتجاه، هذا الهيليكيز جاي يبني بهذا الاتجاه، خوش. أنا هسه عندي هذا شغلات ناقصة، عندنا شغلتين ناقصتين، يعني ناقصتين شنو؟ شغلتين ما جاهزات عندي ياهن. بالبداية عندي تسلسل مال ار ان اي صاير بنص الدي ان اي، هذا واحد. اثنين، عندي فراغات بين الاوكازاكي فريجمنت، هنا راح يجيني انزيم شو اسمه، هذا الانزيم ما موجود عندكم وما مطلوب من عندكم وما راح اعطيكم اسمه حتى لا يعني حتى لا تحفظوا لين ما تستفادون من عنده. راح يجيني انزيم، خوش، راح يجيني انزيم شو يسوي؟ هذا يشيل القطع مالت ال RNA اللي صايره هنا، راح يشيل القطع ال RNA ذني مال كل الدي ان اي، يشيل قطع ال RNA. من شال هنا وخلص راح يجيني انزيم ثاني شو اسمه؟ راح اسمه الدي ان اي بوليمرايز دي ان اي بوليمرايز، اعتقد تايب لو تايب 3 النوع الثالث لو النوع الاول، اعتقد لو الاول لو الثالث، لان انا عندي 3 بوليمرايز، واحد يسوي العمليه مالت الالونجيشن اللي هي هاي يضيف للقواعد على عمود تصير عمليه التضاعف، واحد يملي لي الفراغات اللي صايره بين الاوكازاكي فريجمنت ويخلي لي قواعد مكان قواعد مال دي ان اي ومكان الار ان اي اللي شلته. تمام، والثالث يشارك بعملية التصحيح مال الدي ان اي، ما لنا علاقة بتصحيح مال الدي ان اي. فهذا سوى الحجي، اجى هنا، خوش، شال لي الار ان اي، شال لي الار ان اي لهنا، الانزيم الاول شال لي الار ان اي لهنا. تمام،
بعد ما شال الار ان اي لهنا، بعد ما شال الار ان اي اللي صاير هنا، شو جاني؟ يا انزيم، اجاني انزيم الدي ان اي بوليمريز، اعتقد لو تايب 1، بس خلينا نتاكد تايب 1 لو تايب 2. ها التايب الاول، التايب الاول البوليمريز دي ان اي بوليمريز تايب 1 النوع الاول، ايش راح يجي؟ راح يجي يضيف لقطع مال شنو؟ راح يجي يضيف لقطع مال دي ان اي مكان القطع مال ار ان اي شلتها. هنا نضاف لي هم قطع مال دي ان اي. لا 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 يا رجل، لا 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 اجانا هنا هم اضاف لقطع مال دي ان اي مكان الار ان اي اللي شلته، جا هنا اضاف لقطع مال دي ان اي من الار ان اي شفته. بعد عندي بعد هم الشغله ناقصه، شلون اخلي هاي القطعه الجديده تترابط باواصر فوسفودايستر بوند وي هاي القطعه، واخلي هاي تترابط وي هاي، واخلي هاي تترابط وي هذا. راح يجيني انزيم شنو اسمه؟ اخر انزيم عندي هو الانزيم اللي هو اللايجيز، انزيم اللايجيز. هذا شي يسوي؟ يجي لهنا يربط لي هاي بهاي، يسويها سلسله واحده. هنا يربط له هاي السلسله ويربط له هاي بهاي، يسويها سلسله واحده. بالتقدمات الانزيمات وشغلها بان الهيليكيز يستمر بالشغل مالته، والبوليمرايز اي هذا يستمر يسحب من هنا ويكمل لي هاي السلسله هيش لهناك، وهذا اني هم ما تكملن بهذا الاتجاه، احصل على دي ان اي يتكون من دبل هيليكس، احصل على دي ان اي يتكون من دبل هيليكس، انه بهذا الدبل هيليكس يتكثف ويتخذ الشكل مالت الكروموسوم، انه بالكروموسومات كل اثنين كروموسومات شقيقه، كل كروموسوم واحد يتكون من تو كروماتيد، ينفصل الكروماتيدات عن بعضهن لان هن يحتوون على بالضبط نفس المعلومات الوراثيه، وكل كروماتيد يروح لي الى خليه واحده. هسه تقريبا خلصت الدي ان اي ريبليكيشن وضحتها، اتمنى صارت واضحه عندكم، اتمنى صارت واضحه عندكم، واتمنى ما دوختكم وتعبتكم بالرسم مالتي. هسه بس مجرد نقرا سلايدات، قبل لا اقرا سلايدات خلنا اكو بعد اثنين، اكو عندي بروتين ما ذكرته لكم، بروتين يمكن ما ذكرته والله، اسمه بروتين نسيته والله، بس لحظة. بالبداية مو عندي هاي هذا التركيب اللي هيش صار لما اجى الهيليكيس، لما اجى الهيليكيس عندي مو صار عندي هي الشغلات اللي هي الاوريجين، جر خط عدل شبيك، وهذا اوريجين، وقلنا الاوريجين يتكون الى فروك الى ريبليكيشن فورك، ما ادري شلون. شنو اللي حافظ لي على هذا الستراند الفوق بين ما يرجع يرتبط ويتجوا؟ احنا مو خدنا الريناتشوريشن، عمليه تكوين الاصل الهيدروجينيه من جديد، شنو اللي يخلي ما يرجع؟ يجي هنا بروتيني كمشه، شو اسمه؟ اعطيك سنجل ستراند بايندينج بروتين، خلنا نكتبه لكم، سنجل strand binding protein. يجي يكمش لي هذا الستراند ويكمش لي هذا الستراند، يكمش لي هذا الستراند، يكمش لي هذا الستراند، حتى ما يرجعن، حتى ما يرجعن يرتبطن، حتى ما حد يرجع يرتبط ويا الثاني. خوش بقال بس هذا البروتين يمكن ما ذكر. هسه راح اذكر لكم، راح نقرا السلايدات. يقول لك الدي ان اي ريبليكيشن از ا سيمي كونس concertive process that result in double strand. semi concert يعني عملية محافظة، يعني معناتها دخلت 3 مليار قاعدة، هذين 3 مليار قاعدة بس راح استنسخها، ما راح أثر عليها، ما راح أشيل من عندها قاعدة، نفس المعلومات الوراثية تبقى محافظة عليها، بس شنو تستنسخها نسخة ثانية، هاي معناتها semi concertive process that result in double strand molecule that synthesis to produce two new double strand molecule such as each original strand is paired with a newly made strand. يعني هنا عندنا شنو؟ هنا اذا تشوفون هذا الشكل، هذا الستراند الاصلي اللي هو من 5 الى 3، هذا معنات العبارة. each original single strand
يتزاوج شنو يرتبط ويا ستران جديد اني ابني. هذا الستران الجديد اللي اني ابني اللي انا جاي ابني، هذا الستران الجديد اللي جاي ابني. وهذا عندك ال من 3 الى 5، وهذا الستران الجديد اللي جاي ابني له. بالمحصله راح يصير عندي هذا دي ان اي وهذا دي ان اي. منين يجني من الدي ان اي مالت الام. كل واحد من ذني راح يروح للخليه وحده، كل واحد راح يروح للخلية وحدها. عندكم هاي الكتاب اللي هنا نقروها، انا حكيتها قبل شويه يعني ما يحتاج اعيدها كل شويه، اقروها هي نفسها. يقول لك هذا الواحد عندك هنا، واحد نقطه واحد عندك دي ان اي اللي هو الدبل ستراند. الدبل ستراند انوند يعني ينفصل عن بعضه، شلون ما صار لهنا. بس خلنا امسحها. هنا عندك دي ان اي مترابط اللي هي النقطه الاولى اللي هي هاي. هنا فكيت هذا الارتباط عن طريق الانزيم اللي هو الهيليكيز، وعن طريق الانزيم اللي هو تكتب بس هيليكيز. التوبومايرس ذاكري لك بان هو يريح الدي ان اي من الشكل مات الستركتشر مات القوي اللي هو الدبل هيليكس، بس ما يكسر اواصر. اللي يكسر اواصر هو الهيليكيز. النقطه الثالثه كل هذا بارنت ستراند اللي هن ذني، تمام، بروفيدز ا تامبليت، يصير تامبليت يعني قالب ابني على اساسه ستراند جديد عن طريق الكوبلمنتاري. تلاحظون جاي اضيف قواعد على اساس الكوبلمنتاري. النقطة الرابعة الشجر فوسفيت باك بوند اوف ذا دوتر ستراند كلوز. بعدين كل قاعدة ترتبط ويا القاعدة اللي جواها والفوقها عن طريق فوسفو دايستر بوند. السلايد اللي بعده هذا مات الريبليكيشن فورك، شرحته وحكيته بان شلون يصير العملية. The replication fork is a structure that forms within a nucleus during DNA replication. It's created. شنو اللي يكون replication fork اللي هي هسه هي هنا اللي هي هيج قايلة شلون ما جاي ارسمها. وهاي الثانية replication fork الثانية، باعتبار احنا قلنا كل origin يتكون من اثنين replication fork، تمام. شنو اللي يكون لي اياها؟ انزيم الهيليكيز اللي جاي يكسر، يعني هنا اكو عندي انزيم هيليكيز جاي يكسر الاواصر الهيدروجينيه، وراح يكبر الفورك مع مرور الوقت لان راح يستمر ويكسر لهاي الاواصر. بريك ذا هيدروجين باوند هولدنج ذا، عبر على السايد اللي وراه. ريبليكيشن فورك از وير ذا بارنت ستراند هاز ان تويستد. يعني يقول لك شو وقت تصير اوكي الله ذا ريبليكيشن. ريبليكيشن فورك از وير ذا بارنت سترانز هازنت ان تويستد. ريبليكيشن بابلز الاو دي ان اي ريبليكيشن تو سبيد ذير. ها صدق، هذا التركيب اسميه اوريجين او اسميه بابل، اسميه كره او اسميه اوريجين. الاوريجين يعني المنشا ماتل، اوريجين يعني منشا، المنشا مات عمليه الريبليكيشن. هنا انا دا يقول لك بين الريبليكيشن فورك شو وقت تتكون، لما يجي الهيليكيز ويكسر الاواصر يكون لي هذا البابل. البابل ينقسم الى قسمين اللي هن فورك فورك، تمام. هذا يساعد لي على التسريع مع عمليه دي ان اي ريبليكيشن لان يعطيني مساحه يا تجي الانزيمات تدخل بها. يعني انا هنا انزيم راح يجي يدخل لي، يعني من شان المترابطات سوى شلون هسه هنا ما تقدر الانزيمات تدخل، بس من اجل الهيليكيز وكسر اطال المساحه بين انزيمات تجي ترتبط وتجي تبني لي بهذا الاتجاه وتجي تبني لي بهذا الاتجاه. خوش حكي. دي ان اي ريبليكيشن اوف ذا ليدنج لاجنج ستراند. انا قلت لكم اياها هو الليدنج اللي هو من 5 الى 3، اللاجنج اللي هو من 3 الى 5. من 5 الى 3 ينبني بشكل كامل، من 5 الى 3 ينبني على شكل قطع، شو يسمون قطع اوكازاكي فريجمنت، اللي بعدين راح اجي اربطها سوى عن طريق قواعد يضيفها يا انزيم اسمه الدي ان اي بوليمرايز تايب 1، يجي يضيف قواعد يربط الاوكازاكي فريجمنت، تمام.
يقول لك the helicase anyone the double strand of for replication making a frog structure the primase generate short strand. قلنا البرايميز اللي هو يضيف لي اول قطع مات ار ان اي اللي راح يسوي كومبلمنتاري وي ستراند مات الدي ان اي، انه بيجي الدي ان اي بوليمرايز يقرا القواعد مات الار ان اي ويبدي على اساس على اساس الستراند التامبلت يجي يضيف له قواعد كومبلمنتاري ويبني الستراند. دي ان اي بوليمرايز تايب 3 اللي هو يسوي الالونجيشن اللي هو يسوي هاي اللي هو يسوي هاي العمليه عمليه الاضافه هاي الجاي تلاحظوا عمليه الاضافه هذا كومبلمنتاري بعد صار هذا ذنر ترابط بواصل هيدروجيني اللي يسوي عمليه الكومبلمنتاري لحظه سو تريبليكي ذا ليدنج ستراند يقدر يبني فقط من خمسة إلى ثلاثة فقط تمام نعبر على الوراء يقدر يشتغل فقط من 5 إلى 3 so it's replicate the leading strand continuously lagging strand replicate is discontinuous lagging يبني على شكل اوكازاكي فريجمنت اللي بعدين يجي الدي ان اي بوليمرايز تايب 1 حفظه يخلي دي ان اي بين الاوكازاكي فريجمنت وبعدين يجي انزيم لايكيز يربطن سوا اذا تلاحظوها هنا هاي الخطوات هاي القطعة البلازريك اللي ضافها البرايميز هاي اللي بناها البوليمرايز هاي نفس الشيء هاي نفس الشيء هذا كله شو نسميه اوكازاكي فريجمنت يجين البوليمرايز تايب 2 يضيف لي قواعد هنا يضيف لي قواعد هنا شلون هم هاي القاعدة يضيف لي قواعد بيناتهن انه بيجيني انزيم اسمه اللايجيز اللي هو هذا انزيم اللايجيز يجي يربط هاي القطعة الجديدة اللي خلاها ويا الاوكازاكي فريجمنت يعني يربط لي هاي القطعة يعني يربط لي هاي القطعة خوش ويا الاوكازاكي فريجمنت اللي قبلها والاوكازاكي فريجمنت اللي بعدها فيخلي السلسلة كاملة على شكل خط واحد تمام نعبر على وراها هاي الانزيمات كلها حكيتها وشرحتها عبر على وراها هاي الخطوات نفسها جاي تلاحظون انا جاي اعيد على مودكم والله جاي تلاحظون بين كلهن يشتغلن سوا هذا الهيليكيز جاي يكسر هذني اللي هو سنجل ستراند بايندينج بروتين اللي يشيل السلسله حتى لا يرجع عن يترابطن هذا البوليمرايز جايبني هنا عندك البرايميز هذا انزيم اللي هو البرايميز ضاف لي القواعد مات الار ان اي اللي هن ذني ضاف القواعد مات الار ان اي اجى انزيم جديد البوليمرايز قرا مات الار ان اي وبدا يبني السلسله على اساس هذا الشيء يعني كلهن يشتغلن بنفس الوقت هاي العمليه شلون بديتاني بديت بدبل ستراند مال دي ان اي ايش كونت 2 دبل ستراندات مال دي ان اي اللي هن ذني خوش اللي بعده هذا الدي ان اي بوليمرايز او النوع الاول يخلي يملي الفراغات بين اوكازاكي فريجمنت اند اكتبوا وياها هاي العباره اند ادد دي ان اي نيوكليوتايد ان ريبليسمنت يعني بمكان انستيد اوف ار ان اي هذا ار ان اي نيوكليوتايد يعني يخلي مكان الار ان اي نيوكليوتايد يخلي مكان الدي ان اي نيوكليوتايد الدي ان اي بوليمرايز النوع الثاني الوظيفه مالته بالدي ان اي ريبليكيشن العفو بالدي ان اي ريبير شنو التصحيح مالت الدي ان اي معناته اثناء الدي ان اي ريبليكيشن اذا ضفت قاعده مو مكانها يعني انا عندي ادينين خليت قباله جوانين يجيني هذا الانزيم اللي هو البوليمرايز النوع الثاني يباوع يتاكد من كل قاعده مكانها لو لا بس يلقى قاعده مو مكانها مثلا ادينين متحده بجوانين يشيل هاي الجوانين ويخلي مكانها ثايمين حتى يصير ادينين وثايمين البوليمرايز النوع الثالث نعرف هو ايش يسوي وهنا عندك المعدل مال بناء القواعد بالار ان اي ومال الدي ان اي بالار ان اي بالدي ان اي يقول له 50 قاعده كل ثانيه بالار ان اي يقول له 500 قاعده السيل سايكل وهذين السلايدات اللي بالاخير عوفوهن هسه لا تقروهن بالسيشن الرابع لان راح اشرحهن عليهن سيشن كامل السيل سايكل عندنا سيشن كامل عليها بال اللي هو السيشن السادس المحاضره الاولى وهم هذا السيشن علي انا راح اشرحه فليش نضيع وقتكم من هسه ونشرحها لكم راح اشرحها لكم بالسيشن السادس بهذا الشيء انا كملت البارت الثاني من المحاضره الثانيه
من السيشن الرابع للمادة الام جي دي. اذا عندكم اي سؤال او استفسار عفوا انه بخانة التعليقات وان شاء الله احنا ما نقصر ونجاوب عليه. وشكرا لين جاي يشوفون الفيديوهات وشكرا على الدعم مالتكم وشكرا لين جاء لين شفتوا هذا الفيديو واشوفكم على خير ان شاء الله. ثيم الله.